المناهج الدراسية بالتأكيد تحمل ما يدور في الحج، شعائر الحج بتعلمها للأطفال، لكن احنا عندنا فيديو مختلف أيضا إضافة لهذا المنهج. الليلة عندنا فيديو بيخلي الأطفال يمارسوا الحاجة دي على أرض الطبيعة، يعني قدامهم كعبة ويشوفوا مناسك الحج فعلا بيكون كيف، وأهم ركن من أركان الإسلام هو الحج. فبنطلع نشوف التقرير ده عن الحج بالنسبة للأطفال. تعلموا مشاعر. ونحن مدرسة المعرفة الإنجليزية نقوم بهذه الفعاليات السنوية، وهي من ضمنها تعريف الطالب وإن كان يدرس في مدرسة إنجليزية أو أجنبية بأمور دينه بما فيه الحج ومناسك الحج، وهذا بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بمباركة هذه الأيام وهذه هي الليالي العشر، وأيضا نقصد منها أيضا اللي هي رحلة سيدنا إبراهيم عليه السلام من مدينة أور التي ولد فيها، وهي على بعد 50 كيلومتر من مدينة بابل، وكان معه زوجته سارة وأيضا ابن أخيه لوط ووالده الذي كان يعرف بتارخ، وثم حاجة نمرودة، وقد حاج نمرودة إبراهيم في ربه في مدينة بابل، واستمرت هذه الرحلة إلى أن وصلوا إلى مدينة حران، وفيها هناك توفي أبو سيدنا إبراهيم، ثم بعدها إلى مدينة حلب الذي كانت لديه بقرة تسمى بقرة الشهباء، وهذه التي سقى منها المساكين، واستمرت هذه الرحلة إلى أن وصل إلى مصر وزوجته هاجر، ثم إلى مكة المكرمة إلى هذه البقعة المطهرة. والغرض النهائي من هذه الأشياء حصل الاختلاط العام للثقافة العامة العربية، ونحن ليس بعيدين عن الثقافة العربية كسودانيين، وكما قالوا لا تسمعوا أن بالسوداني منصرفا عن العروبة زور ذلك الخبر، إن لمن عرب فصح شعارهم الإسلام والعرب، أما رفعت شعر تمشي العروبة في أنفاسهم لهبا فهم بما سهرتهم نارها سمر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الطفل لازم تصليه بصورة صحيحة، مين صغير يكون عارف يعني شنو الحج، القيمة بتاعت الحج شنو، غير انه الشعائر لازم يكون عارف انه الحاجات دي في مفاهيم ليها المفروض تحصل قبل ما يحج، انه زول يكون سواء كان ديونه تجاه الناس، سواء كان نيته تجاه ربنا، سواء كان الحاجات المختلفة المفروض يعملها قبل ما يحج كشعيرة، فدي حاجات لازم تترسخ في الطفل من صغير. عشان كده احنا بنكون حريصين كل سنه انه نعمل الحاجات دي والاطفال يشوفوها ويعملوها عملي، لانه دائما الحاجه لما تتعمل عمليا للطفل تترسخ في راسه تماما، غير لما هو يقراها في الكتب او يشوفها في التلفزيون، دي حاجه تطبقها عملي، فبالتالي كقيمه او كاساس ديني او كشعيره بتترسخ في راسه ما بينساها نهائي، وحيفضل مذكره دائما. ودي حاجات مختلفه طبعا، احنا ما بنركز بس على الحج، يعني احنا في النهايه ناس مسلمين وناس عرب وعندنا قيم وعندنا حاجات مفروض نرسل، فاحنا الحاجات دي بنكون حريصين في انه كل الحاجات المختلفه دينيا تقاليد او التقاليد الكويسه، طبعا احنا دائما بنكون حريصين انه نوصل له التقاليد الكويسه بالنسبه لنا او القيم الكويسه بالنسبه لنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه